رجعنا لكم تاني. تخصص طب وجراحة العيون من التخصصات الطبية الشيقة جدا، وهو أحد التخصصات الثلاثة اللي قدر يجمع بين مهارات الجراحة وعلوم أمراض البطنة. يعني هو جراح وماهر جدا في الجراحة، وفي نفس الوقت عنده مهارات التشخيص زي الفيزيشنز أو أطباء البطنة. مش بس كده، ده قدر يجمع بين الطب والجراحة وعلوم الفيزياء. بتلاقي في الفيزياء دخلة كتير جدا في التخصص ده، مفكرين ودقيقين جدا في شغله. كمان اخترق مجال التجميلي بشكل كبير جدا. مش بس هو التخصص نفسه مختلف، لا ده أطباء العيون كمان مختلفين عن باقي الأطباء، وتقدر تميز طبيب العيون من وسط 1000 طبيب. حتى بتعرفهم من الكلية كده، ما هو طالب في الكلية بتعرف مين اللي هيطلع دكتور عيون أو دكتور رمد. بيميزهم حاجات مشتركة ما بينهم جدا، وهي إن الشخص ده بيكون دقيق جدا، دقيق جدا مش بس في شغله، لا في مواعيده، في تفاصيل حياته. شيك جدا ومنمق جدا، لدرجة إن إحنا بنسمي التخصص ده تخصص الكرافتات الشيك. هم مميزين جدا في الموضوع ده. كمان شخصيته بيقدر يستخدم كل حواسه في وقت واحد، ودي مش أي بني آدم يقدر يعملها. عينيه وإيديه الاتنين ورجليه الاتنين شغالين في وقت واحد، وودنه كمان لو في مساعد معاه. يعني كل حواسه بتقدر تشتغل في شكل بشكل سبحان الله هارموني كده مع بعض، ومش أي بني آدم أو أي دكتور يقدر يعمل ده في وقت واحد في نفس الوقت وبمهارة شديدة جدا. مش هتكلم كتير عن تخصص، خلينا نخش في الموضوع. تخصص الليزك والثورة الكبيرة اللي حصلت في التخصص ده. ضيفي طبيب عيون ماهر جدا، وصراحة مهما اتكلمت مش هقدر اتكلم عن مهاراته. هكلمكم بس عن نتائج العمليات بتاعته، وكل دكتور عيون ما تسألش عليه، اسأل على نتائج عملياته وهي اللي بتتحدث عنه. معايا النهارده الدكتور محمود شفيق، مدرس واستشاري طب وجراحات العيون، وزميل كلية الجراحين الملكية انجلترا، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون والليزك. منور النهارده. طبعا طب وجراحه العيون والتخصصات اللي بقى كل يوم في جديد، لدرجه ان خلاص المريض شايف كل يوم بيسمع لفظ جديد، لفظ جديد، حاجات جديده بتعمل. يعني ما صدقنا خلاص بقى الناس بقت مستوعبه قصه الليزك، لا ده كمان بقينا نسمع عن مسميات ثانيه كتير. الترا ليزك، الترا اتش دي، الفيمتو ليزك، فيمتو سمايل، حاجات انا نفسي ما بقتش كتير. بالظبط. عايزين نعرف الناس ايه الفرق بين الليزك والمسميات اللي طلعت بعد كده. طيب خلينا نتكلم. طبعا دكتور امين، حضرتك عارف طبعا مجال طب وجراحه العيون فيه تخصص كبير قوي، يعني يمكن الاسم الاعم هو مجال تصحيح الابصار ومسامير ريفراكتيف سيرجري. ده فيه يعني انواع عمليات كتيره جدا، يمكن اشهرها دايما بالاسم الدارج على لسان العيان هو عمليه الليزك. طيب خلينا نتكلم ايه مجال تصحيح الابصار ده. هو مجال بكل بساطه المريض او الشخص اللي بيبقى عنده طول نظر او عنده قصر نظر او عنده استجماتيزم وبيلبس نظاره او بيلبس عدسه لاصقه وعنده رغبه ان هو يتخلص منها. بنعملهم حاجه بنسميها عمليه تصحيح الابصار. عمليه تصحيح الابصار دي احنا بنعملها على جزئين رئيسيين جدا في العين، اما بنعملها على سطح قرنيه وده الجزء الخارجي الشفاف من العين، او على العدسه العين. فعدسه العين عندنا نوعين عمليات مشهور جدا، اما عمليه زرع عدسات ودي عدسه بنزرعها فوق عدسه العين، او بنستبدل عدسه العين الضعيفه ونزرع عدسه اقوى. النوع الاشهر هو اللي بيعملوه على قرنيه العين، وده اللي يمكن معانا صور ليه لو نوضح كده. نبدا نعرض الصور عشان الناس تبقى متخيله معانا. العمليات اللي بنعملها على سطح القرنيه دي خمس عمليات رئيسيه، يعني احنا هشرحها بشكل مبسط علمي كده زي ما انت دايما دكتور امين بتشرح للمشاهدين. اول عمليه عندنا هي عمليه الليزك، يمكن دي كانت اول عمليه موجوده اتعملت في مجال تصحيح الابصار، ودي بنستخدم فيها حاجه بنسميها المايكرو كراتوم، وده شفره بسيطه قوي بنستخدمها عشان نرفع رقع بسيطه جدا من سطح القرنيه، ونبدا بعد كده نسلط الليزر على سطح القرنيه عشان نغير شكل القرنيه. ممكن لو الصوره الاولانيه ظهرت يعني نبدا نشرح عليها. صوره كده طلعناها. تمام. دي الصوره الاولانيه، يعني زي ما حضرتك شايف رقم 2 ده، هو ده بنسميه المايكروتوم او ده المشرط الجراحي الدقيق. تمام. جدا بنرفع بيه فلابه بسيطه قوي او رقعه بسيطه جدا من سطح القرنيه، ودي اللي باينه في الصوره رقم 4. بعد كده في الصوره رقم 5 بنبدا نسلط اشعه الليزر على سطح القرنيه عشان نغير في شكل القرنيه ونصلح عيوب الابصار. ده كان اول نوع كان موجود عندنا. النوع الثاني اللي هو تكنولوجي بقت احدث، هي الفيمتو ليزك، وده بنستخدم فيه بقى بنبدا ان احنا نستغنى خالص دكتور امير عن المشرط الجراحي بشكل كامل،
بيستخدم التكنولوجي بتاع الدكتور احمد زويل اللي هي الفيمتو سكند ليزر، ودي موجوده في السلايد اللي بعدها. بنستغنى عن المشط الجراحي خالص في ان احنا نعمل الرقعه دي نفسها ونرفع الرقعه دي وبعد كده نسلط اشعه الليزر. جت التكنولوجي اللي بعدها وهي الفيمتو سمايل، ودي كانت بتتميز يا دكتور امير ان احنا الجرح اللي احنا مصممه يكاد لا يتعدى 2 مللي، وده جرح بسيط جدا بنعمل من خلاله كل العمليه. بعد كده النوع الرابع اللي موجود عندنا هو حاجه بنسميها الليزك التفصيلي، وبعد كده حاجه بنسميها الليزك السطحي. الليزك التفصيلي ده بنحتاجه بقى في عينين معينين، العيان مثلا عنده نسبه استجماتيزم عاليه ماينس 3 او ماينس 4 او ماينس 5، او بيفضل كمان في عين طول النظر، يعني عين طول النظر بيفضل جدا ان احنا نعمله الليزك التفصيلي. ويتبقى لنا في النوع الخامس الاخير، يعني ليه الليزك مش بس القصر النظر ده كمان؟ لا احنا بنعمله لقصر النظر طول النظر واستجماتيزم. تمام. ليه؟ دي انواع ضعف النظر. تمام. النوع الاخير هو الليزك السطحي، وده بنستخدمه في حالات معينه لما يبقى عيان عنده سمك قرنيه صغير ومقاساته قليله، نبدا ان احنا نستخدم الليزك يعني السطحي. في مريض فعلا انت بتقول له انت ليزك فعلا ما ينفعلكش او يحصل منه مضاعفات لو عملت. بالظبط، هي بتبقى عمليه يعني كامله يا دكتور امير، العيان ما بيجيش يعمل العمليه في يوم على طول، لازم بيتبعها بروسس او عمليه طويله قوي، لازم احنا بنعمل فحص كامل للعيان من اول القرنيه القزحيه لعدسه العين، فحص قاع عين كامل، فحص عصب العين، بنسال العيان سنه قد ايه، بيفرق معانا مقاسات النضاره، حده الابصار عنده، عايز اقول لك شغل العيان نفسه، العيان بيشتغل ايه، بيمتهن ايه، بيفرق معانا. ده اللي بيفرق في النتائج، وده اللي بيفرق في النتائج دكتور. بالظبط بالظبط، هو ده اللي مش متسرع ان انا ادخل المريض في. بالظبط يا دكتور امين، هو ده اللي يمكن بيخلي ساعات في ناس بتعمل العمليه وبعد كده يقول لك انا ما اتبسطتش بعدها، ده نتيجه عدم اختيار نوع العمليه الامس ليه. بيفرق معانا برضو زي ما بقول لك رسم تضاريس قرنيه، كل ده بتبقى عمليه معقده، بنبدا نختار انهي نوع او انهي تكنيك الافضل للعيان، مش ما فيش حاجه اسمها مثلا زي مثلا ما ينفعش نقول فهمتوا سمايل ينفع لكل عينين، لا فهمتوا ليزك ينفع لكل عينين. انا كنت اسال في كده، هل ان انا كمريض اقول لحضرتك لا انا مش عايز كذا انا عايز كذا؟ لا، الموضوع مش تجميلي او اوبشن ليا، لا ده انا ممكن ينفع لي حاجه او ما ينفعليش حاجه تانيه. بالظبط، يعني مثلا عايز اقول لحضرتك مثلا في عينين مثلا مقاساتهم عاليه، عيان مثلا بيبقى ماينس 12 او ماينس 13، عينين المقاسات العاليه دي هوت العيان ده ما ينفعوش خالص عمليات القرنيه، وبنبدا نعمل له عمليه زرع عدسه او استبدال العدسه. فهي عمليه معقده بتحتاج فحص جيد للعيان، وتقعد مع العيان وتشوف هو متطلباته ايه عشان تختار له نوع العمليه وامكانياته. الاسامي بقى الدارجه بعد كده بقى اللي احنا بنسمعها الالترا ليزك والليزك اتش دي، الحاجات اللي بقت تستخدم في الاعلانات اكتر، الحاجات اللي هي بتستخدم في التسويق او في الماركتنج، دي بتبقى اسماء تجاريه اكتر يا دكتور امير. يعني يمكن هي خمس انواع الرئيسيه اللي انا قلت لك عليها دي انواع الليزك، لكن الاسماء الثانيه دي هي الاسماء التجاريه، يعني تلاقي شركه جديده عامله جهاز جديد فسمت الليزك بتاعها ليزك اتش دي، بنعمل ليزك اتش دي او مثلا الترا ليزك او كونتورا فيجن. لكن هي دي الخمس تكنيك رئيسيين اللي احنا بنستخدمهم في عمليه تصحيح الابصار. طيب الموضوع في ناس لسه خايفه من المضاعفات، واحنا عارفين ان مفيش حاجه من غير مضاعفات، حتى أكيد في العلاجات الدوائيه حتى أكيد مش اي سيرجيكال تكنيك. وصلنا لغايه فين؟ هل فعلا زي ما بنسمع الموضوع الاول كان مضاعفات قليله جدا دلوقتي لما طبعا انتشر، وزيه زي اي حاجه انت طبعا مش بتقدرش تحكم غير مع الزمن، يعني لما العمليه بتطلع جديد انت بتعملها بعدد قليل، فبالتالي ممكن تكون المضاعفات مش مسجله او كنت نسبه تسجيلها قليل جدا، لما بتنتشر بشكل اوسع على مدار اطول بتبدا تطلع بعض المشاكل. هل ده بدانا نشوفه اليومين دول؟ خليني اقول لك الموضوع ليه يعني وجهين، يعني الوجه الاولاني هو مجال تصحيح ابصار نفسه عندنا في طب العيون، عايز اقول لك ان كل سنه في جديده يا دكتور امير، التكنولوجي عندنا في طب في الرمض عموما او في طب جراحه العيون اكتر برانش في تقدم وفي جديد هو مجال تصحيح الابصار. تقدم مش بس في الاجهزه اللي احنا بنستخدمها بس كمان موجود في الاجهزه التشخيصيه نفسها، اجهزه الفحص المهم انها تكون ابديتد ومحدثه على اخر بروجرامز موجوده. نسبه الامان بقت عاليه قوي عندنا في العمليات دكتور امير، وبقى والدقه كمان في تصحيح المقاسات بتاعت العين بقت موجوده بدقه عاليه جدا. لكن عايز اقول لك للاسف يعني ده الوجه الثاني، ان احنا في مصر يمكن في اخر كام سنه ابتدت نسبه المضاعفات من عمليات تصحيح الابصار نشوفها بشكل ازيد. للاسف الشديد ده نتيجه الممارسات الخاطئه والمال براكتس اللي بقى موجوده عندنا شويه في طب وجراحه العيون، نتيجه العروض الوهميه مراكز العيون. زي حضرتك بتقولوا ما العيال ما تحضرش كويس. بالظبط، زي ما انت كنت حتى دكتور بتتكلم، الناس بتخش تاخد معلوماتها من منتديات او من عرض من مراكز وهميه او دكاتره غير متخصصه في مجال تصحيح الابصار. صراحه بيبقى شيء مؤلم يا دكتور امير لما تبقى قاعد في العياده وتخش عليك بنت مثلا عندها 25 سنه وعملت عمليه تصحيح ابصار ونظرها بعد العمليه اسوا عن قبل العمليه،
ده نتيجه طبعا استخدام تكنولوجي رخيصه او اجهزه ما كانتش معقمه او عدم اختيار زي ما قلت لك نوع عمليه الانسب لها. لكن من الجانب المضيء يعني خلينا ما نعتمش الدنيا، لكن من الجانب المضيء طبعا من ممارستنا احنا كدكاتره متخصصه في مجال طب وجراحه العيون خصوصا في تصحيح الابصار، عايز اقول لك ان النتائج هايله، نسب النجاح عاليه، نسبة المضاعفات قد تكون قليلة، وحتى ممكن تكون شوية جفاف بعد العلاج بعد العملية، ممكن ناخد علاجات مناسبة ليه وبيروح مع العلاج. لكن نجاح العملية بيعتمد على الصراحة دكتورة أمير 3 عوامل مهمين جدا. الجراح ده زي الشيء تمام. اتكلمنا فيه، ان ده يكون تخصصه عشان يقدر يعمل فحص كلينيكي الصح وينقي نوع العملية الأنسب للعيان، ما فيش حاجة اسمها عيان بينفعه كل حاجة. تاني حاجة التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها، والتكنولوجي مش بس زي ما قلت لك في الأجهزة، لكن كمان في اجهزه التشخيص نفسها تكون دقيقه وتكون ابديتد، مش جهاز قديم او جهاز مستخدم وبقى مش معموله زي ما نقول معايره جيده او مش معموله كاليبريشن كويس. تاني حاجه طبعا المريض اللي بيستمع لتعليمات الدكتور سواء قبل العمليه او اثناء العمليه او بعد العمليه، في وجود 3 عوامل دول اقدر اقول لك لا نسبه النجاح بتبقى عاليه موضوع في العمليه طبعا. اللي حضرتك بتقوله، موضوع الاجهزه، والاجهزه لازم تبقى ابديتد في السيستم بتاعها كسوفت وير، او ان الجهاز كله يتغير ويجي ابديت، ده مهم جدا. ما احنا بنشوف مثلا ايه، الحق عرض الليزك بكذا، تعالى مش عارف اعمل ليزك في العينتين بسعر العين، مش عارف اعمل ليزك وخد ايه هديه، ده كله الكلام ده بياخد من كتير جدا دلوقتي. ما انت كل حاجه على حساب حاجه، يعني انت ممكن في مصر انت ممكن تبيع الوهم وتطلع كسبان، يعني في مصر انت ممكن تعمل اي حاجه. للاسف في مراكز فعلا بقى عاملين موضوع تجاره، زي حرق الاسعار بتاع الاساس او بتاع المنتجات. انت بتخش انت جايب جهاز امكانياته قليله جدا، او عفى عليه الزمن ما بقاش حد يستخدمه، او انت جايبه من مستعمل وجايبه من مركز هو جدد وجاب الاجدد، فباع لك انت ده وادهولك ببلاش، فانت بتبدا تسوقه بس للاسف على حساب المريض. الحق عرض الليزك ب 2000 جنيه وانت وبقى بتلاقي فيه بالظبط. سواد اعظم ده من بياخد من الناس راح على هذا العرض بالظبط، ده الوهم. بياخد من امان يعني ده بياخد من نسبه الامان بتاع العمليه طبعا، وده يعني تمام. وده مش ممارسه الطب الصحيحه. يعني للاسف العين يجب ان ما ينفعش ان انت تعاملها كسلعه ان انت تعرض عليها او تقدم عليها خصومات او كده، ده ممارسه خاطئه طبعا. ما هو ليزك ولا نظارة ولا عدسة لاصقة؟ الصراحة بص يا دكتور أمين، أنا السؤال ده بسأله في العيادة بشكل يومي، دايما العيان يبقى داخل ومايندد وان هو عايز يعمل عملية، بعد كده يلاقي الدكتور لابس نظارة فيقول لك بس هو في فخ أكيد. لا بص حضرتك، أنا بقولها للعيان يعني احنا في السن العمري ما بين 18 ل 45 سنة، عملية تصحيح الإبصار دي بتبقى عملية اختيارية وتجميلية من الدرجة الأولى. يعني إيه عملية تجميلية؟ يعني هي عملية بتغير في شكل العضو لكن ما بتغيرش في وظيفته. يعني لو حضرتك بتشوف كويس بالنظارة، بتشوف كويس بعدسة لاصقة، بتشوف كويس بالعمليه، حضرتك بتشوف 6 12 بالنظاره، يبقى هتشوف ال 6 12 دي بعد العمليه بشكل كبير. العيان يعني ايه عمليه تجميليه برضو؟ يعني عايز اقول لك في ساعات عيني يخش يقول لك والله يا دكتور اصل انا اتشخصت ان انا عندي، يبقى انا مثلا عنده 24 سنه انا اتشخصت ان عندي كسل في العين واتقال لي لازم اعمل عمليه. لا حضرتك لو عندك كسل في العين دلوقتي ما بتصلحش بالنظاره، مش هتصلح بالعمليه. فالعمليه في هذا السن العمري مهم قوي، موضوع السن من 18 ل 45 سنه هي عمليه تجميليه من درجه اولى، بتغير في شكل العضو لكن مش في، واختياريه العين هو نفسه اللي بيختار ان هو يعملها. في سيده تيجي تقول لك والله انا ابتديت ازهق من الروتين اليومي بتاع العدسه اللاصقه، بحطها الصبح بعد كده ارجع بالليل اشيلها واحطها في المحلول، فعايز اعمل عمليه. في ناس عايز اقول لحضرتك، الناس اللي بتبقى مقاسات نظاراتها مثلا ماينس 12 ماينس 13، ده لو صحي الصبح ما لقاش نظارته جنبه ما بيعرفش يمشي متر او 2 متر. فلازم يبقى العين عارف ان ده اختياره هو، دي عمليه تجميليه، اختيارك انت عايز تلبس نظاره مستريح عليها كمان على النضاره، مستريح على العدسه اللاصقه اوكي، عايز تعمل عمليه اوكي، كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، مفيش حاجه فيها عيوب على طول الخط ومفيهاش مميزات على طول الخط. تمام، على حسب انت مرتاح على ايه، يعني انا مظبط على النضاره خلاص، وانا يعني حضرتك مستريح على خلاص اللايف ستايل بتاعتي خلاص مظبطه على النضاره، مفيش ما حدش بقى يجي يقول لي يا دكتور انت ما عملتش ليه لنفسك، خلاص انا زي بالظبط انا مستريح. الفينير زي مثلا الفينيرز مثلا او اللي هي الهوليوود سمايل، الناس مش كل دكاتره الاسنان عاملينها، هي حاجه تجميليه انت شكلك عاجبك بيها خلاص اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. بالظبط، الموضوع يعني بلدي كده عرض وطلب. بالظبط. موضوع الليزك في الاطفال، احنا لقينا ناس كده طالعه، يعني ناس بتجرم وناس برضه ماشيه في سكه تانيه مع نفسها كده وعامله عروض احنا فين؟ يمكن انا في نص الكلام قلت لحضرتك المعلومه مهمه جدا، ان في سن عمري بين 18 ل 45 سنه العمليه بتبقى اختياريه وتجميليه. في
اطفال عندنا بيبقى ساعات الطفل عنده حاجه مسميها ان ايزومتروبيا، اللي هو فرق كبير قوي ما بين بين العينتين. مقاسين عينتين، عين تلاقيها مثلا ماينس واحد وعين تانية ماينس 10. تمام، الاطفال دولت زي ما بنقول في اول 10 سنين دولت هم اهم 10 سنين في تكون الصوره من كل عين، عشان العينتين يروحوا للمخ والمخ يكون صوره تمام واحده. بالظبط. اختلاف الصورة ده هوت ممكن يعمل مشكلة جامدة قوي، بحيث ان العين الماينس 10 دي هوت ممكن تبدأ تخش في كسل، يكون الكسل ده هنسميه كسل، والكسل ده عميق ويبقى صعب بعد كده علاجه، ويبدأ المخ يهمل العين دي هوت. بالظبط. الليزك في السن العمري ده هوت اللي هو في اول 10 سنين او لغاية 6 سنين او 8 سنين عليه خلاف كبير قوي دكتور امين الصراحة، وهو يعني خناقة مش موجودة بس في مصر، هي موجودة في كل حتة فعلا، لكن خلينا بنقول ان احنا بنعمله يعني كلاست، يعني كآخر ملاذ دي، بعد ما بنستنفذ كل حاجه مع المريض، بنستنفذ مع المريض ان هو يلبس النظاره، بنستنفذ مع المريض ان هو يعمل تمارين العين، ما بقاش قدامنا مجال خالص ان احنا نصلح الفرق ده هو غير بعمليه. فالصراحه اختيار بيبقى مؤلم لكن بيبقى اختيار اخير، ده بيبقى شيء مهم جدا لازم يعني يبقى عارفه، يعني مش في فرق كبير يلا على طول نعمل عمليه، لا خالص. وعليها خلاف كبير قوي دكتور امير، والعلم الصراحه كل سنه فيها جديد في الموضوع ده هوت، وبقينا نستنى حتى، يعني زمان كنا بنتكلم على فرق مقاسات ما بين عينتين ممكن 4 درجات ولا لا، دلوقتي بنتكلم على ان العين تقدر او المخ يقدر ان هو يستحمل فرق 8 درجات. فالموضوع فيه تطور وفيه شكل كبير، لكن خليني اقول لك هي ملاذ اخير، يعني ملاذ اخير في اخر السن، حاجه نفكر فيها مش اول حاجه بنفكر فيها. تمام، وبعد السن عمري بعد 13 سنه، لا ما بين 13 بقى سنه لغايه 21 سنه، انا نفسي ما بعملش العينين خالص، عمليه تصحيح ابصار، لان خلاص بيبقى المخ اتعود وحصل يعني نمو كامل للجهاز العصبي كله، حتى لو صلحت الصوره مش هتاخد نتائج كويسه مقارنه بالريسك اللي انت بتعمله ان انت بتعمل عمليه في هذا السن الصغير. تمام، ممكن ناخد اتصال، مفيش مشكله. في حد عايز يسالك على حاجه؟ اتفضل ندى، اتفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور محمود، معاك. شكرا لحضرتك يا دكتور محمود على المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها. انا بس كنت عايز اسال سؤال. انا عندي 24 سنه وكنت عملت عمليه ليزك من حوالي سنه، كان عندي قصر نظر، ودلوقتي الحقيقه يعني حاسه ان نظري ده يفتني، ومش حاسه ان انا شايفه كويس زي اول ما عملت العمليه، فممكن تكون ايه السبب يعني؟ ماشي خلاص تمام، خلاص اوكي. دكتور محمود هيرد على دي. احد برضو المشاكل الشائعه برضو بنلاقيها ان عيان بيعمل عمليه السنه دي وتلاقيه مثلا بعد سنه او اتنين يقول لك ده انا نظري ضعف تاني، العمليه كانت وحشه. احد برضو الشروط المهمه قوي يا دكتور امين ان احنا نعمل عمليه تصحيح ابصار، ان النظر يكون ثابت على الاقل لمده سنه، يعني في ناس اب تو بتقول سنتين، لكن على الاقل لمده سنه لازم يكون عن مقاس نظارته ثابت جدا، يعني يكون عامل النهارده مقاس نظاره ما كان سي مثلا كان عنده ماينس 2 وماينس 2، بعد سنه هم نفس المقاسات مفيش فرق اكتر من ربع درجه. تمام، دي احد المشاكل، ان العين فجاه يجي يقول لك ده نزل عرض كويس يلا اعمل العمليه. طب حضرتك مقاسك القديم ايه؟ يعني انا عم بيجي لي مثلا يقول لي انا مقاسي اخر مقاس ليا مش معايا، اقول له خلاص يبقى نبدا من دلوقتي نعمل المقاس ده دلوقتي، وبعد سنه نتابعه، المقاس ثابت نعمل العمليه، المقاس لسه ما ثبتش مش هنعمل العمليه. بنقول السن العمري بنبدا في البنات من 18 سنه والولاد من 21 سنه، لكن ده زي ما بيقول يعني جايد لاين او حاجه توجيهيه، مش شرط ان عن 18 ومش شرط عند 21 سنه، في ناس بتفضل لغايه 24 سنه، ممكن زي الاستاذه اللي اتكلمت يوصل عند 24 سنه و25 سنه لسه مقاساته ما ثبتتش، وبالتالي غير مصرح ليه ده ان انت تعمله عمليه تصحيح ابصار، يعني بالظبط هيحصل له مشكله ان هو بعد سنه مقاساته تضعف هيرجع تاني يحتاج نظاره. اللي انا عايز اقوله صراحه حتى في تخصصاتنا الجراحيه كلها، مش تخصص طب وجراحه العيون، كل ما الجراح بيزداد خبره ويكبر بيبقى مش متسرع على قرار الجراح، رغم ان هو خلاص شغلته ومهارته والحاجه اللي بيعشقها، بس ما بيبقاش متسرع. بتلاقي فعلا الجراحين التقال قوي، تبعد عن عيان متسرع، ما تحبش العيان متسرع، عيان بتاع النهارده عايز اعمل النهارده وبكره، ده لا، ده راسي جدا وبيحضر عيانه جدا جدا، حتى في مجالنا مجال النساء والتوليد او في الجراحه العامه او بتلاقي كل ما بتزداد خبره ما بتتسرعش في الجراحه. بالظبط، رغم ان هي يعني انت خلاص يعني دي شغلتك وايدك واخده عليها، بس مش متسرع عشان خاطر العيان. سؤال سريع كده، وهو احنا بعد قصه الكورونا وناس كتير قعدت في البيت وحتى التعليم بقى اونلاين،
ولكل المؤتمرات والميتينجز كلها بقت اونلاين، والنظر في شاشات الكمبيوتر والموبايلات بقى ازداد جدا. هل ده ليه بعد كده تأثيرات سلبية ولا لا؟ الموضوع الشاشات، لو عدى على الشاشات الكتيره بقى، سواء التلفزيون، الناس بتقعد على اللابتوب، الايباد او التليفونات، احنا محتاجين نفرق بين حاجتين مهمين، الناس الكبار والناس اولاد الصغيرين. الناس الكبار مش احنا دلوقتي خلاص بقى عندنا حاجه بقت معروفه دكتور امين، بقينا نسميها السي بي اس، اللي هي متلازمه، اللي هو كمبيوتر فيجن سيندروم، اللي هو متلازمه، اللي هو عباره عن ضعف، احنا بنسميها جفاف العين. جفاف العين المرتبط بالقعاد على الشاشات فترات طويله. القعده فترات طويله قوي على الشاشات ده بيعمل نوع انواع الجفاف في العين. طب علاجها ايه؟ علاجها حاجتين بسيط جدا، احنا بنسميها لايف ستايل موديفيكيشن. العين بيبدا يغير من سلوكه في القعده قدام الشاشات فترات طويله، بنعمل حاجه اسمها 20 20 20. المفروض العين كل 20 دقيقه بيريح عينه لمده 20 ثانيه، يقفلها لمده 20 ثانيه ويبص على حاجه بعيده على مسافه 20 متر. تمام. ده بيقلل نسب الجفاف جامد جدا يا دكتور امير، وبيريح عضلات العين. تاني حاجة، لما العين بيخش بقى في جفاف شديد، نبدأ نوصف له القطرات لجفاف العين اللي ممكن يمشي عليها كورس معقد أو ممكن يمشي عليها فترات طويلة. الأطفال بقى هي دي المشكلة الصراحة. الأطفال يعني بيقعدوا يعني درجة، خلاص تحس طفل إحوال كده على الشاشة. أم تخش لك العيادة تلاقيها عندها طفل عنده سنتين، بتقول لك الولد بيقعد بتاع ساعتين أو 3 ساعات ماسك الموبايل. صراحة دي كارثة مش فقط على العين صراحة. خليني أقول لك إن آخر توصيات أو الريكومنديشنز الأخيرة اللي يمكن في أول السنة دي أو آخر السنة فاتت نزلتها الـ WHO مع الأمريكان أكاديمي في بيدياتكس، الأكاديمية الأمريكية للأطفال، التوصيات بتاعتها إن الأطفال أقل من سنتين المفروض إنه ما يقعدش أكتر من نص ساعة على أي شاشات. طفل من 3 سنين 5 سنين المفروض ما يقعدش أكتر من ساعة. تمام. من 6 سنين لعشر سنين في حدود ساعتين. تمام. ده دي الريكومنديشنز اللي احنا ماشيين عليها. القعده على الشاشات طويله في السن الصغير مش بس بيأثر على العين، بيأثر برضه يعني الناس بقى بتوع المخ والاعصاب ممكن يشرحوا لنا اكتر، بيأثر على نمو المخ، بيزود نسب التوحد. موضوع كبير. عايز اقول لك المحتوى موضوع. حتى بيتفرج عليه. فدي التوصيات اللي عندنا بالنسبه دي للقعاد للفترات. تمام. للاسف الوقت خلص وموضوع زي ما قلنا شيق. خلينا بس ناخد اخر كلام دكتور محمود في قصه الاطفال. خلينا نحذر من القصة دي، أطفال بتتدمر بسبب الموبايلات اللي قاعدين عليها طول اليوم، والأم هي عشان مريحة دماغها وأم بيزنش عليا ومالي في الموبايل، فأنا سايباها 3 4 ساعات، ودي مصيبة. للأسف وقت حلقتنا انتهى، بس إن شاء الله فقراتنا مش هتنتهي، وعلى وعد منا ومن دكتور محمود هيبقى معانا إن شاء الله حلقات تانية ومواضيع تانية شيقة برضو. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير بإذن الله الأسبوع الجاي. شكرا.